السلام عليكم ناس الخير واهلا بكم في الفيديو ديال اليوم. نتمنى انكم تكونوا بصحه جيده وتكونوا تستافدوا معايا في الفيديو اللي كنزل لكم، وتحيه لكم اينما كنتم. في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون فيه ثلاثه ديال الاخبار، وغادي يكون فيه موضوع، وغادي يكون فيه نجاوب على السؤال. بالنسبه لثلاثه ديال الاخبار بطبيعه الحال غادي نتكلموا على الخبر اللي تكلم عليه وزير الاقتصاد نهار الاثنين بالنسبه للشاك ديال الطاقه ديال 277 اورو اللي يقدر يوصل ل 277 اورو بطبيعه الحال. ديجا كنا تكلمنا في هذا الموضوع بالنسبه للناس اللي استلموه يعني بالنسبه لشهر مارس الفايت، ولكن كاين الجديد في هذا الامر هذا باش تقدروا تخلصوا الطاقه ديالكم، يعني سواء كان الغاز او الكهرباء. كذلك غادي نشوفوا من بين الاخبار بالنسبه انه لاكاف اكتشفت حالات كثيرة من الغش، وعطاو ثلاثة ديال الطرق لأنهم يقدروا يكتشفوا بها الغش. نشوفوا هاد الطرق ونشوفوا شنو هي العقوبات. وكذلك من بين الأخبار غادي نشوفوا اليوم اللي هو 15 في شهر 9 2021 اللي كان آخر أجل بالنسبة للتلقيح بالنسبة للناس اللي خدامين انفيرمي انفيرميير اتسوانيون ولا اتسوانيونت. وكذلك غادي نجاوب بالنسبة إذا درت فورماسيون واش غادي يخلصوني. نبدا معكم لا فيديو. غادي نبدا لكم بالشاك ديال الطاقة اللي هضر عليه مسيو برونو نهار الاثنين. بالنسبه لهذا الشيك هذا كتعرفوا على انه كيتعطى مره في السنه، وكيتصيفط ابتداء من شهر مارس. هذا الشيك هذا اللي كيتعطى لي فامي ولا الناس اللي كتكون عندها، كيشوفوا على حسب الدخل الضريبي السنوي ديالكم، وكيجيكم اوتوماتيكيا كتوصلوا به في لابواط لاتر ديالكم، وكتكون فيه القيمه الماليه. كيبدا من 48 اورو حتى ل 277 اورو. اه كاين العائله اللي تقدر تستافد ب 150 اورو، كاين العائله اللي تقدر تستافد ب 180 اورو، كاين العائله اللي تقدر تستافد ب 80 اورو على حسب الدخل الضريبي السنوي ديالكم. هاد لو شيك هذا وشنو اقترح مسيو برونو؟ اقترح على انه يكون واحد التصويت على انه يتعطى، بحال نقولوا بكري يتعطى هاد الشاك بكري، باش انه الناس اللي دابا حاليا راه داخله المشتى غادي يستعملوا يعني وسائل الطاقه اكثر بطبيعه الحال، مع العلم انه تم ارتفاع الغاز وتم ارتفاع الكهرباء بطبيعه الحال. كتعرفوا على انه الدخل الشهري اللي هنا في فرنسا هو لو سميك، بطبيعه الحال كل شيء بدا كيرتفع، كتحسوا انه كتشريو اشياء كترتفع، ومن بينها كذلك لوطوروت ارتفعت، الغازوال نتاع السياره ارتفع، كذلك الغاز، كذلك الكهرباء. يعني بطبيعه الحال الناس كتبقى في واحد لا سيتوياسيون اللي هي كل شيء خاصو ينضرب له الحساب. لذلك قال على انه باش نعاونوا هاد الناس هادو اللي عندهم نقولوا واحد الدخل محدود بهاد لو شاك الطاقه، ولكن طلب منش انه يكون واحد الموافقه باش يتعطى بكري، وغادي يتم الموافقه ويشوفوا الفاليديو عليه في الاخير ديال هاد السنه هادي 2021. نمشيو عند الخبر الثاني. الخبر الثاني وهو على انه لاكاف كتكتشف يعني حالات ديال الغش. كاين ثلاثه ديال الطرق. الطريقه الاولى واللي كتسمى لو كونترول اوتوماتيزي. هاد الكونترول ولا المراقبه الاوتوماتيكيه، وهي على انه فاش مثلا كتكون عندكم شي حاجه غادي ديروها في بول امبلوا، ولا شي حاجه اللي غادي ديروها في شي انستيتيو، يعني شي حاجه مشيتو لشي مكان باش تخدموا شي حاجه ولا ديروا شي حاجه. بطبيعه الحال لاكاف عندها علاقه وشراكه مع مجموعه ديال لي انستيتيو هنا في فرنسا، باش انه اذا انت مشيت ديكلاريت شي حاجه اوتوماتيكيا كيبان على انه هاد الحاجه نقص فيها ولا هاد الحاجه زايد فيها. هذه الطريقه الاولى اللي كتسمى الكونترول اوتوماتيزي. الطريقه الثانيه واللي هي كتسمى المراقبه عن طريق الاوراق ولا الكونترول سور بياس. بمعنى مشيتي لبول امبلوا مثلا، بول امبلوا طلبت منك واحد لافيش دو باي، ولا طلبت منك لي زامبو، ولا طلبت منك شي ورقه، اي ورقه كتمشي تاخذ هذيك الورقه بطبيعه الحال. الا هذيك الورقه كانت مخالفه اللي كنت انت ما ديكلاريت به لاكاف، يتم اكتشافك. وكاين الطريقه الثالثه وهي انهم يجيو عندك ديريكتومون للدار، ويدخلوا عندك ويطلبوا منك الاوراق، ويقدروا يجلسوا عندك سوايع باش انهم يشوفوا جميع الاوراق اللي عندك بطبيعه الحال اللي طلبوها منكم. تلاقاو على انه كاينين الناس، منين كنقولوا لاكاف بطبيعه الحال الغش في لاكاف يعني الناس نتاع الاي اس، الناس نتاع لا بريم داكتيفيتي، والناس اللي كديكلاري على انها متفارقه وهما عايشين بزوج بهم باش كل واحد كيتوشي فيهم يعني الفلوس. 46% اللي تلاقاو ديال الناس نتاع الاي اس اللي كتغش، و20% ديال الناس اللي عندهم لا بريم داكتيفيتي كيغشوا، و16% نتاع لا بي ال، و15% ديال الناس اللي كيقولوا ما رحناش عايشين بجوج بينا.
بالنسبه لي بيناليتي، يعني بالنسبه للعقوبات نتاع هذا الشيء، اولا يديروا لكم ان كوغي ولا الرساله يقول لكم خاصكم تردوا الفلوس، هذه اولا. ثانيا يقدروا يديروا لكم بيناليتي، يعني يقول لكم خاصكم تخلصوا، يزيدوا لكم فلوس اخرين تخلصوهم كعقوبه، ويقدروا انهم كذلك توصل بكم المساله انكم تدخلوا حتى المحكمه. هذا بالنسبه للاخبار ديال لاكاف. نمشيو دابا عند الخبر ديال اليوم اللي 15 سبتمبر. 15 سبتمبر هو اللي كان اخر اجل اللي تعطى للناس اللي خدامه في المجال الطبي باش انهم يديروا الفاكسان. اذا داروا الفاكسان يعني راهم يكملوا المهنه ديالهم. اذا قالوا لهم الحكومه قالت لهم ما درتوش الفاكسان غادي تتوقفوا عن العمل وما يكون عندهم حتى شي دخل، ويوقفوا لهم الراتب الشهري، وهذا مشكل. بطبيعه الحال كاين مجموعه ديال لي زيد سوانيو ولا لي زيد سوانيونت ولا لي زانفيرمي ولا لي زانفيرميير اللي انهم غادي يعني يوقفوا العمل ديالهم وما غادي يكون عندهم حتى شي راتب شهري بطبيعه الحال. يعني وهاد المساله صعيبه باش انك ما يكونش عندك راتب شهري، والواحد هنايا تابعوا بزاف نتاع المستلزمات. بالنسبه كذلك غادي نمشي درك بالنسبه للموضوع ونجاوبكم على السؤال ديال الفورماسيون واش يخلصوني فيها. بالنسبه للموضوع ديال يعني وجبه الغداء في لا كونتين ديال وليداتكم ولا في المطعم المدرسي بالنسبه للمؤسسه التعليميه، كاين البريمير كاين الكوليج كاين الليسي، يعني هذه معروفه. بالنسبه للبريمير راه المينيسيبال ولا البلديه هي اللي كتحدد الثمن، هي اللي كتحدد الثمن ديال الوجبه ديال الغداء ديال وليداتكم. وليداتكم في البريمير عندهم جوج ديال مساعدات. اذا بغيتوا انكم واش من يعني واش وليداتكم من حقهم كاين شي مساعده في لاكونتين، اه. اذا بغيتي تمشي للبلديه غادي نكتبها لكم هنا على الله ما ننساش، باش هكذا تعرفوا ملي تمشيو للبلديه اشنو تقولوا. تقول لهم بغينا اون اد كونتين دو لا كومون، يعني بغينا لاد نتاع لا كونتين اللي دارها لا كومون، اون اد دو كونتين دو لا كومون. فاش غادي تمشيو عندهم طبيعه الحال غادي هما غادي يشوفوا يقولوا لكم الاوراق اللي تطلبوها منكم. كاينه كذلك بالنسبه للبريمير واحد لا بورس اللي سميتها بورس دو فريكونتاسيون، كنت ديجا تكلمت لكم عليها. هاد لا بورس دو فريكونتاسيون اذا كانوا الوليدات ديالكم بعيده عليهم المدرسه بثلاثة كيلومتر كتطلبوها. فاش منين كتطلبوها بطبيعه الحال غادي تطلبوها من لو كونساي ريجيونال لي الكونسي جينيرال بلوتو، سمحوا لي الكونسي جينيرال يعني من الديبارتمون ديالكم. غادي ديروا لهم ان كوري بطبيعه الحال وغادي تبينوا المدرسه اللي فيها وليداتكم وغادي تصيفطوا السيرتيفيكا نتاع المدرسه فين راه وليداتكم باش يبان على انه بعيده عليكم ب 3 كيلومتر، وبالتالي كيكون عندكم واحد البورس لوليداتكم بريمير وسميتها بورس دو فريكونتاسيون. هذه بالنسبه للبريمير، يعني عطيت لكم زوج تقدروا يعاونوكم في لاكونتين وتقدروا يعاونوكم بالنسبه للبورس دو فريكونتاسيون. دابا غادي نهضروا على المساعده ديال المطعم المدرسي اون جينيرال. تتم المساعده المطعم المدرسي اون جينيرال على حسب لو كوسيون فاميليال ديال العائله، يعني غادي يرجعوا لاكاف باش يشوفوا البريستاسيون سوسيال اللي كيعاونوكم بها، غادي يشوفوا هذوك المساعدات اللي كيعاونوكم بها. بطبيعه الحال كلشي كيدرس، يعني كلشي كيتكالكولا. هذه بالنسبه للناس اللي كتاخذ مساعده من لاكاف بطبيعه الحال، ومنها كيقدروا يساعدوا وليداتكم سواء في البريمير اللي عن طريق البلديه، سواء في الكوليج اللي عن طريق انكم تطلبوا يعني ديروا لا دوموند، يعني ماشي تطلبوا ما راكوش تطلبوا، يعني ديروا لا دوموند من لا اله الا الله، ديروا لا دوموند من لاسيستون سوسيال اللي هي داخل المؤسسه بطبيعه الحال، ولا دوزو وديجا قلتها لكم وهاد المواضيع ديجا هضرت فيها وانا نعاودها، ولكن معليش المهم باش تستافدوا الامهات والاباء. ديروا لا دوموند اما عن طريق لاسيستون سوسيال تتصلوا بالمؤسسه، او انكم تتصلوا بسكرتاريا دي زيلاف كذلك ديال المؤسسه، يعني كتعطى لكم لو فون سوسيال. سايي فاش تبغيو ديروا البريمير غادي تمشيو تشوفوا مع البلديه، فاش تبغيو ديروا الاعدادي ولا الثانوي باش يعطيوكم مساعده ديال لو فون سوسيال بالنسبه لا كونتين غادي تشوفوا يا اما مع لاسيستون سوسيال يا اما انكم تتصلوا بلو سكرتاريا دي زيلاف ديال المؤسسه اللي كيقراو فيها وليداتكم. هذا زياده كذلك على انهم وليداتكم كيكونوا يعطيو لهم اون بورس، وقلنا على انه على حسب الكوسيون فاميليال. بالنسبه للاشخاص اللي ما عندكم حتى شي مساعده ديال لاكاف وعندكم وليداتكم كيقراو بطبيعه الحال غادي يطلبوا منكم الورقه ديال لي زامبو، وغادي يطلبوا منكم ثلاثه ديال لي فيش دو باي. نظن انني جبت لكم يعني معلومات اللي هما
شرحهم مبسط واللي هما يعطيو لكم واحد الفكره. بغيت نقول لكم انه كل ما كيكون يعني بغيتو تسولوا على شي حاجه خصكم تأوزيو، يعني انكم خصكم تزعموا فوالا من يكونوا وليداتكم في المؤسسه التعليميه، ولا تزعموا باش انكم تسولوا على اي حاجه بغيتو تسولوا عليها. ما تضيعوش الوقت انكم مثلا تبحثوا منا ومنا، واحد يقول لكم هضره واحد يقول لكم هضره، روحوا ديريكتومون المؤسسه، يا اما اتصلوا يا اما سيروا المؤسسه وتقدروا انكم تسولوا على وشنو باغين بالنسبه للمساعدات ديال وليداتكم. دابا غادي نجاوب على السؤال الاخير، اذا درت فورماسيون واش يخلصوني فيها؟ بالنسبه للمساله نتاع الفورماسيون واش يخلصوك فيها، بول امبلوا كتراعي بزاف ديال الاشياء. اولا غادي تشوفوا هذيك لا فورماسيون واش راها فينونسيي بار ديبارتمون، يعني واش اصلا الجهه اللي راكو فيها انها تمول هذيك الفورماسيون، واش انها تعطي فيها يعني الفلوس لهذوك الناس اللي غادي يديروا فورماسيون. هذه اولا، حيت تقدري تلقاي نفس الفورماسيون مديوره في واحد المدينه اخرى خلصوها ليهم، والمدينه انت اللي راكي فيها مثلا ما خلصوكش فيها. هذه اول حاجه، يعني منين تهضري مع الكونسيي ديالك ولا الكونسيير ديالك سولو اسكو لا فورماسيون الي ريمونيري، وهما غادي يقول لكم واش واه او لا. ثانيا غادي يشوفوا كذلك على حسب واش ما عندك حتى شي دخل، مثلا وحده عندها الشوماج ولا واحد عنده الشوماج وغادي يمشي يدير فورماسيون، طبيعه الحال ما غاديش تعطي يكون عندك الشوماج ويزيدوا يخلصوك في لا فورماسيون. يعني هادشي اللي كنقول، زعمو فاش تكونوا مع الكونسيي ولا الكونسيير ديالكم ديال بون امبلوا، زعمو انكم تطرحوا اسئله في هاد الامور حسن ما تكونوا تعرفين وتبقاو تسولوا. هذا هو الجواب اللي بغيت نقول لك اختي، يعني خصك تشوفي مع بون امبلوا وتشوفي مع الكونسيير نتاعك اسكو لا فورماسيون الي ريمونيري، اي سا سي ديبون دو يعني لا لا نتاع ديبون يعني لو ديبارتمون، يعني واش ديبارتمون غادي تمول هاد الفورماسيون او لا. نظن انني هضرت لكم على جميع وشنو بغيت انني نشارك معكم هذا النهار هذا بطبيعه الحال. فوالا نكتب هكذا باش ما ننساش لكم. ان شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جاي ان شاء الله. نتمنى انكم تكتبوا لي في لي كومونتير وقولوا لي واش استفدتوا في هذا الفيديو، كذلك كما جميع الفيديوهات. اذا كنتوا بغيتوا تشوفوا بالنسبه للمساعدات والمنح هضرت في هذا الامر هذا كثير كثير كثير، وبالنسبه لاكونتين هذه اسبوعين دايره لكم فيديو تقدروا انكم ترجعوا وتشوفوا وتستفدوا اكثر. شكرا لكم، في امان الله ان شاء الله نشوفكم في فيديو قادم.